فمن هو الرسول في أيام بولس الرسول؟ بكل بساطة الرسول هو أولا شاهد للرب. قال الرسول بولس: ألست أنا رسولا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ شيء ثاني، الرسول هو شاهد لقيامة يسوع المسيح الرب المقام من بين الأموات. هؤلاء الرسل وضعوا أساس الكنيسة، مؤسسين الكنيسة كما يقول كتاب، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. وشيء جميل من هذا المكان، من ناحية منشوف النبي إيليا الذي شهد ليسوع المسيح، والمبنى الآخر تستطيع أن ترى مبنى القديس أو الرسول يوحنا. الرسل والأنبياء على تعليم الرسل، على تعليم الأنبياء، والرب طبعا أيدهم بالآيات التابعة بالمعجزات الخارقة التي أيدت الكلمة لكلمة هؤلاء. الوظيفة الثانية اللي الرب وضعها أو أعطاها للكنيسة هي وظيفة الأنبياء. والأنبياء طبعا النبي هو الذي يعلن كلمة الله، وعادة هاي الكلمة للتحريض، للبناء والتشجيع أيضا. والنبي أيضا هو الذي يعلن إرادة الله للبشر. وأحيانا في أيام رسول بولس وظيفة النبي أنه يتنبأ بأمور آتية. فوظيفة الأنبياء كانوا يتجولون من كنيسة إلى كنيسة ومن مكان إلى مكان حتى يشجعوا الكنائس أنه ينمو بالنعمة وبالمعرفة، ويشجعوهم بكلمة الله ويعزوهم بالمجيء الثاني ليسوع المسيح. الجدير بالذكر أنه لما الاضطهاد شن ضد الكنيسة، أول من عذب هؤلاء الأنبياء، لأن هؤلاء الأنبياء كانوا بيتكلموا بشكل علني مش مخفي، كان عندهم الجرأة والجراءة أن يشهدوا بكل أمانة، فهم كانوا هدف. وعندما شن العذاب والاضطهاد كانوا أول من واجهوا هذا العذاب.